سيد غياث، وفيما يتعلق بتصريحاتك المتعلقة بخصوص لقاء سيد نيجرفان البرزاني مع بافيل الطلباني في السليمانية التي قال عنها وصفها سيد نيجرفان بأنها كانت مبعث للسرور، هل باعتقادك أن الحوار جرى فيما يتعلق برئاسة الجمهورية؟ هل حل هذا الملف رئاسة الجمهورية؟ نعم، زيارة أمس كان زيارة، لا أستطيع أقول زيارة يعني نتمنها وزيارة جيدة وممتازة في خلال هذه الفترة. هذه الفترة طبعا كما تعلمون نحن نمر بانسداد سياسي، وهناك تقسيمات، أو هناك شرخ، أصبح الشرخ في البيت الكردي، ليس فقط بين الاتحاد الوطني الكردستاني وحزب الديمقراطي الكردستاني. والأخ نيجرفان برزاني، أنا طبعا دائما أثمن جهوده لحلحلة المشاكل والتقارب بين جميع الأحزاب الكردية وخاصة مع الاتحاد الوطني الكردستاني. زيارة الأمس أنا أستطيع أقول ليس هناك مثلا تم البحث حول جميع المسائل العالقة والمشاكل العالقة فيما بيننا، بل يعني لم تحدثوا بعمق، لكن هي أنا أستطيع أقول مفتاح لفتح باب الحوار والتفاوض فيما بيننا. نحن في الاتحاد الوطني الكردستاني أبوابنا مفتوحة لجميع الجهات وليس فقط لحزب الديمقراطي الكردستاني. نحن مع حزب الديمقراطي الكردستاني لدينا تاريخ من النضال والتضحية، وكلانا يعني نعتبر مسؤولية أقليم كردستان ومسؤولية العراق على عاتقنا، فلذلك نحسب المسؤولية. وفي السياسة ليس فيها مستحيلات، أو السياسة كما تعلمون الفن الممكن. أنا حسب توقعي، نعم صرحت لي بعض المواقع في شبكات التواصل الاجتماعي، قلت لأنه الاتحاد لا يزال متمسك بمرشحه ولا أعتقد أن يعني يتخلى على السيد دكتور براء محمد صالح، لكن كلامي ليس هي كلام القيادة أو رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني. ففي هذه المسائل أو في هذه المواقف قيادة الاتحاد يعني يقرر حول هذه المواضيع، لكن في كل الأحوال يعني أنا أرى هذه التقارب أو هذا التقارب بيننا سوف يؤدي إلى تقارب بين جميع الكتل والأحزاب السياسية الكردية، وكذلك هم لها تأثير على الأحزاب والكتل والتحالفات السياسية في بغداد، لأن الأخوة في حزب الديمقراطي الكردستاني مع التحالف الثلاثي، ونحن قريبين مع الأخوة في الإطار التنسيقي، لا يزال يعني لابد يعني تقاربنا مع حزب الديمقراطي الكردستاني سيؤدي إلى تقارب بين الأخوة في التحالف الثلاثي والإطار التنسيقي، هذا حسب قراءتي. نعم سيد، طب سيد غياث، سؤال سريع لو سمحت وبإجابة مختصرة وسريعة، هل تم الحديث والحوار على موضوع منصب رئاسة الجمهورية خلال زيارة السيد نيجرفان إلى السليمانية؟ نعم تم الحديث على المزيد من المسائل أو المشاكل، ومن أهم المسائل التي تحدثوا عنها هي مشكلة الذهاب بشخصية إلى رئاسة الجمهورية.